الأكثر ينضم معنا مباشرة من ساحة الاعتصام في المنطقة الخضراء مراسلنا الزميل عمار غسان. عمار مرحبا بك في حصاد هذه الليلة. عمار، صور أظهرت وصول جموع من الطلبة إلى المنطقة الخضراء صباحا تأييدا للمعتصمين، هل لك أن تحدثنا عنها وعن الجديد بخصوص التظاهرات، وكذلك هل من تفاصيل أخرى تذكر؟ تفضلك كريمة. نعم قصي، الطلاب وصلوا إلى ساحات الاعتصام الساعة 5 مساء بمسيرة ابتدأت من ساحة التحرير قدوما إلى تقاطع الخرطوم والمؤدي إلى مبنى البرلمان، وأيضا هذا الشارع الذي من خلفه هو المؤدي إلى البرلمان الذي يمتلئ بالمواكب والمعتصمين، وأيضا المنصة من أمامي هنا يعني اعتلاها أحد الطلبة وعبر عن آرائه، كون الطلبة يخرجون في كل تظاهرة، يعني الطلبة يحملون هم كبير جدا في الدراسة من الابتدائية حتى الجامعات، هناك نقص في الخدمات التي تقدم للطلبة في المدارس، هناك نقص دائما في المدارس في الأحياء خاصة الأحياء الريفية، وهناك مشاكل في المقاعد الدراسية ومناهج الدراسة وطريقة الدراسة القديمة، وأيضا في انتشار المدارس الأهلية والجامعات أيضا التي أضرت لربما أو سبقت الجامعات الحكومية وتركتها يعني بصورة مهملة دون تطور دون أي تقدم. هذا الموضوع الذي يجعل الطلاب يخرجون إلى التظاهر في كل تظاهرة سواء كان في تشرين أو حتى في عاشوراء، وأيضا على أجواء التظاهرات يعني حتى هذه اللحظة إذا تستمع تقام يعني المواكب الحسينية وتقام يعني ما يسمى بالعزاء الحسيني، ويتم أيضا فعاليات كثيرة تتم يوميا، والقدوم بعد 5 مساء من قبل فئات عديدة هو مستمر. وأيضا لاحظنا قصي لو زميلي أحمد ينقل الصورة من أمامي خيمة لمعتصمين من بعض يعني المتظاهرين يتحدثون عن موضوع الكهرباء فقط، لو نسأل أحد المتظاهرين هنا بخصوص موضوع الكهرباء، يعني شفنا اللي معلقين اليوم أنتم بخيمتكم، شنو موضوعكم يا الكهرباء؟ شو تعرفون عن الكهرباء؟ يعني ابتداء حتى المتلقي يفهم أنه وجودنا هنا بالمنطقة الخضراء هو عبارة عن استياء المجتمع من المؤسسات الدولة يعني شرع قلع. أما فيما يخص وزارة الكهرباء فأعتقد أنه هذا واضحة الصورة إذا يشوفها أستاذي، هنا هذا 100 مليار دولار انصرف على موضوع الكهرباء بالعراق، ولحد الآن ما عندنا كهرباء. هذا ناتج عن أنه الشركات التي تم التعاقد معها على عقب الوزراء السابقين، ولغاية الآن 4 شركات فقط، 4 شركات، وأكد على هاي المعلومة، وأنا مستعد باستوديو تحليلي أعطي التفاصيل كاملة باعتباري أنه أنا متخصص بهذا المجال، لأنه أنا موظف في وزارة الكهرباء وحاصل على شهادة عليا، فبالتالي أقدر أفصل الموضوع أنه 4 شركات هي اللي تدير موضوع العراق كله بالكهرباء وفشل الكهرباء. ممكن يعني بصورة مختصرة تحدثنا شنو اللي يتم، الآلية شلون تدار وزارة الكهرباء؟ يعني الموضوع هو الموضوع سياسي بجنبه أكثر مما هو فني، وبالتالي أنا اللي قدامك وقدام السادة المشاهدين والمجتمع العراقي عامة، أنا بهذه بساطتي أقدر أوفر طاقة للمجتمع العراقي 24 ساعة بربع هذا المبلغ اللي انصرف، والدليل على ذلك أنه عندنا تجربة حالياً مع شركة سيمنز اللي مؤخراً تعاقدت وياها مصر، والآن مصر تنتج 24 ساعة لمجتمعها، وبالإضافة إلى الفائض بدأت تصدر به بمبلغ 6 مليار دولار. ليش مصر ب6 مليار دولار وليش إحنا 100 مليار دولار ولحد الآن ما عندنا كهرباء؟ بالتالي إذا إحنا نحكي على إصلاح وإصلاح حقيقي، فبالتالي المفروض نعرف أنه أكو رجل يقود الوزارة، مدير إدارة الدائرة الإدارية في وزارة الكهرباء. هذا الرجل عنده إمكانية وأخطبوط في الأحزاب جميعا، وهذا الرجل هو اللي قاعد يدير هذه الأمور كلها. يا ريت ونتمنى نفهم من كلامك أن وزارة الكهرباء الخدمية تدخل بها سياسة، موضوع الكهرباء سياسي. كل من يقول بأن وزارة الكهرباء خدمية والجانب الفني هو اللي يتحكم بها هذا كاذب أو واهم.
أو يحلم وحلمه أجوف. الحقيقة أنه وزارة الكهرباء تديرها أجندات خارجية وأحزاب وميليشيات هي اللي تسيطر على وزارة الكهرباء، وهذا واضح، والفشل الموجود حالياً هو خير دليل. حضرتك المسؤول عن كلامك. نعم مسؤول، وأعد استعداد أنه أفصل هذا الموضوع بملفات عندي وبأرقام وبلغة أرقام وبكافة تفاصيلها الدقيقة في استوديو التحليلي في أي استوديو. آخر سؤال، يعني اليوم أنتم بالتظاهرات في ساحة التظاهر، شنو المطلب اللي تردوه الرئيسي؟ المطلب الرئيسي أصبح واضح، الكهرباء الناس كلها تريدها. موضوع الكهرباء موضوع عام مو موضوع خاص، بالتالي أنه كل الموجودين هنا وصل مرحلة يأس من جميع العملية السياسية برمتها مرفوضة من المجتمع العراقي، وبالتالي المفروض أنه نبحث عن بديل. البديل صار أنه حل البرلمان وتشكيل حكومة أو من خلال انتخابات مبكرة، ولكن هذا لا يعني بأنه نعوف الفاسدين، لازم نحاسب الفاسدين على من 2003 لليوم، مو والله احنا راح نشكل برلمان ونعوف الحراميه كل من يسافر وياخذ جنطه ويروح، لا، نحاسبهم اول مره يلا نقدر نشكل برلمان. هذا مطلب اساسي لكل الوزارات والمؤسسات ابتداء من رئيس وزراء اول رئيس وزراء الى اخر رئيس وزراء حاليا، الكل مدانون والكل يستحقون انه الشعب العراقي يعاقبهم ويحاكمهم وفق الضوابط والتعليمات. نعم عمار، سؤال اذا ممكن، في حال انتهت 72 ساعة المهلة التي أعطاها السيد مقتدى الصدر، سينتهي الاعتصام أم سيكون هناك تصعيد أم ماذا؟ هذا التغريدة مات السيد إنه راح يوقف عمل اللجنة، فيحيل الموضوع إلى الشعب، فالشعب هو اللي راح ينطلق. حاليا الشعب هو ثائر وموجود بالساحة وعلى استعداد إنه يقتحم الفاسدين ويعتقلهم، لكنه احنا لحد الان الساحه منضبطه تحت اوامر السيد واللجنه المشرفه، لكنه تنتهي هذا الوقت ولكل حادث حديث. اذا قصي سمعنا حديث كثير بخصوص ان ضبط النفس في ساحات التظاهر وسلميه التظاهر ايضا هي حاصله من يعني بعض المتظاهرين ومن تغريده سماحه السيد مقتدى الصدر ايضا الذي يطالب دائما بسلميه التظاهرات، لكن في حال انتهت المده و يعني اصبح القرار لقرار الشعب لربما سيكون تصعيد كما سمعنا هنا وهناك من اراء كبيرة جدا بخطوات تصعيدية مستمرة وخطوات أخرى تتخذ لربما بعد انتهاء هذه المهلة، منها كما تحدثوا يوم أمس بخصوص غلق مصافي النفط، بعضها يعني لربما كما تحدث المتظاهرين عن لسانهم أنا أنقل، ولربما تكون خطوات أخرى في إغلاق بعض الشوارع وقطوعات يتسبب بها التظاهر والاحتجاج في حال لم يتم تحقيق المطالب ولم يتم الوصول إلى أي حل يرضي المتظاهرين. نعم عمار غسان من أمام المنطقة الخضراء مراسلنا من هناك، شكرا جزيلا لك.